سلام. هذا الفيديو غادي يكون تحدي اسمه The Infinite Book Challenge، بالعربية ممكن نسميه تحدي الكتب اللانهائية، وحط هذا باش نحسب الوقت، لأن فكرة التحدي ببساطة 60 ثانية دقيقة لازم تقول أكبر عدد ممكن من الكتب بدون مساعدة، أنك مثلا تشوف قائمة كتب أو تشوف الرفوف ديالك. نبدأ التحدي. 3 2 1. هاري بوتر. 3 2 1. هاري بوتر. اوه نو. ثلاثة جوج واحد. ثلاثة جوج واحد. هاري بوتر الخيميائي. فيرونيكا تقرر أن تموت. الجبل الخامس. سحيرة بورتوبيلو. توراة الإنجيل. القرآن. أوراق حياتي. الأنثى. المرأة والجنس. الرجل والجنس. المتأسلمون وكيف دمروا الإسلام. إل ماندراغولا. إل ديكاميرون. الكوميديا الإلهية. لا كوميدي هيومان. أنتيغون. لا بوات أميرفي. الخبز الحافي. زمن الأخطاء. نسيان. ذاكرة الجسد. فوضى الحواس. عابر سرير. سحابة أطلس. القارئ. العطر. 1984. مزرعة الحيوانات. ابنة القيس. 1084. كافكا على الشاطئ. الغابة النرويجية. خواطر محرق استثنائي. اعترافات روائي ناشئ. اسم الوردة. مقبرة براغ. براغا. نو ايو اوف سال. العدد ديال الكتب اللي قلت في الدقيقة هو 37. بقيت كنكتبهم هنا كتأكدت انه الرقم صحيح. ما كانش مزيان. كنت كنتوقع ندير اكثر من 40، ولكن تيكون ستريس كتحاول تقول اكبر عدد ممكن وكيرجع داكشي مفعول عكسي. المهم مستقبلا ممكن ندير نسخه ثانيه لهذا التحدي. نحطم هذا الرقم اللي درت دابا. بغيت ندير تاغ لثلاثه ديال القنوات الكتب. الاولى اسماز ريكومنديشنز من تونس، القناة الثانية ديال ياسين اقرأ مع ياسين، والقناة الثالثة ديال مريم. منين ديروا الطاق خليوا لي الفيديو في صندوق التعليقات، خانة التعليقات. وحتى نتوما اذا عندكم قناة ديروا هذا التحدي وقولوا لي شحال درتو ديال الرقم، شحال درتو. وحتى الى ما عندكمش ديروه مع راسكم وقولوا لي شحال درتو ديال، شحال قلتو بالكتاب في دقيقة. قراءة ممتعة.